أطلق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف عددا من المشاريع التي نفذها المجمع في إطار الرسالة السامية لخدمة القرآن الكريم وعلومه. وعن تلك المشاريع التحق بنا من المدينة المنورة مراسل الإخبارية محمد الشهري. مساء الخير، ماذا لديك من معلومات محمد؟ نعم، أهلا وسهلا بك بدر، أهلا بالسادة المشاهدين مشاهدي القناة الإخبارية، ورحب بكم من هنا من طيبة الطيبة المدينة المنورة. طبعا كما تشاهد بدر، أتواجد الآن في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. هذا المجمع الذي يعنى بطباعة المصحف الشريف ويأتي شاهدا وعلى اهتمام حكومة هذه البلاد المباركة وخدمتها للإسلام والمسلمين، وهذه العناية التي تأتي من رعاية خادم الحرمين الشريفين لهذا المجمع. اليوم وقبل ساعات قليلة دشن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ مجموعة من المشاريع التي نفذها المجمع، وتأتي هذه بالاهتمام بالقرآن الكريم وعلومه في خدمة الإسلام والمسلمين. الحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلي ضيفي وضيفكم وضيف المدينة المنورة معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. بداية معالي الشيخ، نرحب بكم على شاشة القناة الإخبارية. حياكم الله وأهلا وسهلا، ويسرني اللقاء بكم في هذا اليوم المبارك. جميل. معالي الشيخ، كما نشاهد هذه الجهود المباركة من هذه القيادة الحكيمة وهذه الدولة الرشيدة بالاهتمام بهذا المجمع، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، كلمتكم بهذه المناسبة. أولا في هذه المناسبة العظيمة التي في الواقع وما نراه الآن من هذا الصرح العظيم، مجمع الملك فهد لطباعة القرآن الكريم، لا شك أنها مفخرة لهذه الدولة المباركة، ولا بد أن نشير إلى من أسس هذه الدولة المباركة، الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، الذي نتفيأ بظلال جهاده وعمله الجبار، الذي أرجو أن الله سبحانه وتعالى يجعله في موازين حسناته بتوحيد هذه البلاد المباركة الطيبة وإقامتها على الكتاب والسنة، وقام بعد ذلك أبناء البررة من الملوك إلى هذا العهد الزاهر، عهد الملك الصالح والإمام العادل الملك سلمان عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وسمو الأمير الشهم الكريم المتابع المتفاني الجاد في أداء الأمانة الملقاة على عاتقه من قبل مولاي خادم الحرمين الشريفين لخدمة القرآن الكريم ولخدمة البلاد الحرمين الشريفين وجميع أبناء هذه البلاد المباركة. اليوم ولله الحمد جئنا لهذا المجمع لمتابعة العمل وسير العمل فيه، وأيضا لإطلاق بعض المشاريع الجديدة. تم إطلاق عدة مشاريع جديدة، ومنها مصحف جديد يطبع لأول مرة في المجمع برواية حفص عن عاصم، المقاس 13.5 × 19.5 سنتيمتر، عدد الصفحات 560 صفحة، ويختلف عن المصحف المطبوع في المجمع بأنه لم يلتزم فيه بأن تنتهي كل صفحة منه بآية. المصحف الكبير أيضا مصحف جديد يطبع لأول مرة في المجمع بمقاس 35 × 24.5 سنتيمتر، طبع بالخط الجديد المحسن، ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفلبينية التغالوغ، اللغة الرسمية للفلبين، عدد الناطقين بها حوالي 50 مليون نسمة، ترجمة من إعداد دكاترة وفضلاء، مشروع التفسير الموضوعي لمعاني القرآن الكريم بلغة الإشارة، ويعرض هذا المشروع تفسير آيات مختارة في أهم موضوعات القرآن التي يحتاج إليها ذوي الإعاقة ضمن 6 إصدارات في الموضوعات التالية: العقيدة والطهارة والصلاة والعبادات والمعاملات والأخلاق والآداب. الترجمات التي تم إضافتها أيضا على موقع المجمع الانترنت هذا العام 14 ترجمة، ومنها الأمازيغية، الباسة، التغالوغ، الدغبانية، الطاجيكية، الملاوية، المندورية، الأنكو، التركية، التغلو، الفارسية، الفيتنامية، المليبارية، الملايالم، النبالية. كميات من الإصدارات التي تم طباعتها ما هو محدد في برنامج السنة الإنتاجية الثالثة هذا العام ولله الحمد
وإجمالي ما تم طباعته ولله الحمد تجاوز 16 مليون نسخة، بالرغم من هذه الأزمة التي رأيناها في أزمة كورونا. أيضا هناك التجول في المسجد النبوي باستخدام نظارات الواقع الافتراضي، إنتاج جيد لخدمة المسلمين كذا. أشير إلى أولا أنني أتقدم بالشكر الجزيل والامتنان العظيم باسم جميع المسلمين في العالم لما قدم خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمين لهذا المجمع أو المجمع الجبار الذي ينتج الآن أكثر من 18 مليون نسخة في العام، واللي تنشر في ربوع العالم الإسلامي وبلغات متعددة. المهم في هذا أن نفتخر أيضا بالمواطن السعودي أنه في عام 1405 حينما أنشئ المجمع كان 5 ملايين فقط، الآن ولله الحمد ولمدة 33 سنة حينما كان العمل يقوم بالشركة غير سعودية في الواقع 33 سنة كانت تنتج فقط بمعدل 9 ملايين وبنفس التكلفة المالية، الآن لنا 3 سنوات ننتج معدل 18 يعني الضعف وبنفس التكلفة المالية، وأيضا بأيدي سعودية تقريبا 100%، وهذا بفضل الله ثم بفضل الدعم خادم الحرمين الشريفين. معالي الوزير، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والمشرف على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، شكرا لكم وشكرا على هذه الجهود فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ. شكرا جزيلا لكم جميعا، شكرا. إذن بدر، مشاهدينا الكرام، كما تشاهد هذه المشاريع مشاريع الخير في هذه البلاد المباركة، بلاد خادم الحرمين الشريفين، ومن هنا من المدينة المنورة مجمع الملك فهد وزيادة الطاقة التشغيلية والإنتاجية للمصحف الكريم حتى يصل إلى جميع بلدان العالم الإسلامي، بالإضافة إلى زيادة مجموعة من الترجمة واللغات العالمية الأخرى. هذا كل ما لدي من هنا من المدينة المنورة، الصوت والصورة نعم. إليك بدر، تفضل. شكرا لك محمد شهري، وكذلك لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على كل هذه المعلومات.